التلاميذ يعني في المتوسط تكنولوجيا حسب ملاحظتك كذلك تكنولوجيا بنفس مستوى يعني الثانويات يعني في الثانويات من خلال ملاحظتك هناك يعني وعي لدى التلاميذ حتى في سن صغيرة بما يحدث في التكنولوجيا، ربما نجد تلميذ في عمره 14 سنة 13 سنة يستطيع التعامل مع هذه التقنيات وامتحانات ربما شهادة المتوسط على الأبواب. هل تعتقدون أنه سيكون؟ بيان سور نعتقد. أنا عندي وليدي عنده 6 سنين، نحيت له درت له مود باس في لورديناتور تاعو باسكو دار لي مشاكل في الدار وكاع، قعدنا نهار ما على بالناش علاش ما كانش الانترنت، اون فان كونت هو اللي دخل لي في المودم وشونجا لي المود باس، دونك 6 سنين، دونك يقدروا يخدموا ليسونسيال. سو كي فو فيغ ماتنون سي فولغاريزي، هذا ما كان فولغاريزي بور لي مويان اي تو، اون تو لي مويان الجيري الحمد لله. الام بي تي راهو يخدم تري تري بيان، لا ار بي تي راهي تعس، واش نقدر نقول لكم؟ مي اي فو فولغاريزي الناس يوريو لي سورتو على سا كومونس على لا ميزون، لي بارون يدواف بارلي على لوغ زونفون، يقول لهم بلي على بالك بلي هذا اجرام واش راك دير. هاك باغ اكزومبل كي تبينيتري بلا ما نحكي، ولا كاين واحد كيما يقولوا كاين واحد لافير كبيره راح تخرج، نقدر نعطيك ليكسكلوزيفيتي سي لي تيليفزيون هادو الكبار هادو سمارت تي في اللي فيهم من ويب كام، راهم الناس راهم يضاربوا باش لي مود باس راهم يتمدوا باش يدخلوا لديار الناس يشوفوهم يشوفوا التلفزيون. دونك هذه راهي على كل نتمنى من هذه يعني من هنا انه نفتحوا نقاش ونفتحوا حديث يعني وتوعيه لي كذلك للمنظومه التربويه. ايام فقط تفصلنا على شهاده المتوسط، لا ندري سيدتي ربما سيكون هناك اجراء.